أخي لا تقلق مما ترى من هذا الابتلاء من فزع بعض الناس ومما يدور في هذا الكون، ولا تقلق من تدابير البشر، أنت مع الله والله معك لأنك مؤمن، ومع إغلاق المساجد أبوابها نعم ستحزن، ولكن لا تقلق أيضا، فالله يدبر أمر المؤمنين إلى أحسن حال وإلى أفضل مآل. تعالوا لنتأمل مآل أقدار الله كيف يسيرها وكيف تكون عاقبتها. تأملوا في قصة يوسف عليه السلام لما أراد إخوته أن يقتلوه فلم يمت، وأرادوا أن يمحى أثره فارتفع شأنه، ثم بيع ليكون مملوكا فيصبح ملكا ملكه الله أمر الأقوات، ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت. الزموا الصبر على قضاء الله وقدره، فقفل المساجد من قدر الله، بل كتبه الله وقدره كما قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الصبر إذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه إلى منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لله تعالى أسرار في قضائه وأقداره. يا أخ الإيمان، لو يعلم الناس ما يطوي الله من أسرار في القدر لما ملكوا إلا أن يلهجوا بالتسبيح والتحميد والتهليل والشكر والثناء على الله تعالى على ما يقدره عليهم. لا تحزن أيضا يا معلقا قلبه بالمساجد، فأجرك قد كتب كاملا عند الله تعالى، وهنا قد خسر بالأجر من لم يكن من أهل الجماعة في المساجد من قبل، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويعجل بالتوبة. لا تقل يا أخي المصلي قد ضاقت صدورنا بقفل المساجد، فوالله لا تدري أين خيرة الله وأين حكمة الله وفيما تكون، لا ندري ولا نعلم، وأين علمنا من علم الله المحيط بكل شيء وبكل ما سيحصل في هذا الكون. ربما أغلقت المساجد ليعلم المقصرون كيف كان تقصيرهم، أو ربما يتوب تائب إلى الله تعالى توبة نصوحة. أعرف رجلا لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد بشهادة أحد أصحابه وألصق الناس به، لما نزلت هذه النازلة علينا وأغلقت المساجد تغير الرجل وانقلب كلامه، وأصبح هو الذي يذكرنا بالله تعالى. فلا ندري، فلعل في هذه النازلة عودة لكثير من الناس إلى الله. أحسنوا الظن بالله وثقوا به تعالى، فكل قدر من أقداره له حكمة لا نعلمها وله عاقبة نجهلها. تأملوا في العاقبة حينما قال يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب. اختفى يوسف سنين طويلة وأصيب هو بالعمى، لأنه تم تقديم احتمال السوء ولحكمة يعلمها الله. وأما حينما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، عاد يوسف وشقيقه وعينه، فاللهم إنا نفوض أمرنا إليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لقد تعلمنا من قصة يوسف عليه السلام أن السجين سيخرج، والمريض سيشفى، والغائب يعود، والحزين سيفرح، والكرب سيزول، والمظلوم سينتصر، والفرج يقترب. ونقول الآن: وبيوت الله ستشرع أبوابها وتفتح للعابدين والعاكفين والركع السجود. علينا أيها الإخوة بالتضرع إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لنتذكر نحن أهل الصلاة في المساجد تقصيرنا في الصلاة في خشوعها والتبكير إليها وقراءة وردنا بين الأذان والإقامة وأداء نوافلها كاملة. أوصى ابن قدامة رحمه الله فقال: واعلم أن من هو في البحر على اللوح ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله. فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله. وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ربك أن يحقق مأملك، فرأيت ما لم ترتجيه مع الدعاء، وظننت أن الحزن أطفأ مشعلك، لا تجزعن من الحياة وضيقها، حاشاه رحمن السماء أن يخذلك، ولو اطلعت على الغيوب ولطفها لعلمت أن الخير فيما اختار لك.
رحمك يا ربنا جئنا مساكينا، فهب لنا رحمة تمحو مآسينا. بتنا بفيروس كورونا على قلق، والهم والحزن قد عضنا أمانينا. هذا البلاء طغى في كل ناحية، فبات يملأنا رعبا ويكوينا. وقد سهرنا على خوف يسامرنا، وإن فررنا فلا الأكوان تأوينا. واستيقظ العالم المنكوب مرتقبا لما أصاب به إيران والصين. وأعلن الطب إفلاسا وقد مولئوا رعبا، وما وجدوا حلا يواسينا. وصار كل طبيب جل همته، نجاتنا إن رأى الأدواء تشوينا. فلا العقاقير عن أجسادنا دفعت، ولا الدواء له نفع بأيدينا. وبادر الناس مذهولين والتجأوا لربهم رهبة منه مصلينا. وسبح العالم المأنوس خالقه، وردد الكل هذا كسب أيدينا. طاروا بجرثومة من خوفهم فارقا، فكيف لو ثور الله البراكينا. وكيف لو زلزل الدنيا بقدراته، وكيف لو سامهم خسفا وسجينا. وكيف لو أرسل الريح العقيمة على أوطانهم ففنت منهم ملايين. يا أيها العاجز المخلوق كيف ترى عجائب الله تشكيلا وتلوينا. يا أيها التائه المسكين هل ظهرت جلالة الله أو أحكامه فينا. يا أيها الطين والعبد الفقير، أما عرفت قدرك أم لم تعرف الطينا. فروا على زحف كورونا ولقانهم درسا من الذل حتى مل تلقينا. كأن وثبات كورونا تقول لنا عود إلى الله يؤوينا وينجينا. حتى المآذين تبكي وهي واجبة من روعة الخطب إعوالا وتحزينا. وللإمام نشيج في تلاوته يقطع القلب أو يبكي معقينا. وكعبة الله ثكلى في مصيبتها، تشكو إلى الله حال الكون تأبينا. صار المطاف حزينا بعدما هجرت ربوعه، وهو طول الدهر يحوينا. لا البحر ذو رافة ترجى فنركبه، ولا الفضاء يواسينا ويحمينا. ولا الجبال بها عزم فتعصيمنا، ولا الفيافي لبر الأمن ترسينا. صرنا نشك بأيدينا فنغسلها، كأنها أصبحت كرها تعادينا. وصار من كان بالأشواق نحضينه، يفر منا ولا يلمن بوادينا. ونقرأ النت والمذياع نسمعه، والذعر يدهمنا والهم يضنينا. أين المفر وكل الأرض عاجزة، وذاب بالخوف من كانوا سلاطينا. أين المفر وكل الناس شاردة، وذا الفضاء بما يؤذي يواتينا. أين المفر وأهل الطب قد يائسوا، فمن يعالجنا أو من يعزينا. فروا إلى الله، فروا إلى الله جل الله خالقنا، فعنده الأمن يعفو ثم يغنينا.
فروا إلى الله تكفينا ولاياته، فهو المهيمن إبداعا وتكوينا. فروا إلى الله لن ينجيكم أحد، فهو اللطيف ليعفو عن معاصينا. فروا إلى الله هيا بالسجود له، ثم اجأروا عله يعفو فيشفينا. ناجوه في سجدة بيضاء خاشعة، وسلموا الروح في محرابه دينا. ناجوه في سجدة بيضاء خاشعة، وسلموا الروح في محرابه دينا. في فترة الكرب صلوا في رحاليكم، فالأرض مسجدكم طهرا وتمكينا. واستنجدوا بدعاء الله واعتصموا بحبله، وكفاكم ذاك تحصينا. تضرعوا والهجوا بالذكر وانكسروا لعزة الله، فالإخبات يدنينا. واستبشروا يا عباد الله وانتظروا، لطائف الله يحمينا ويكفينا. واستبشروا يا عباد الله وانتظروا، لطائف الله يحمينا ويكفينا. غدا تزول المآسي فانتظر فرجا، فالعسر من بعده يسر يسلينا.